السلام عليكم، مرحبا بكم في دورة تعلم الأورينتد أوبجكت جافا سكريبت. ألوغ غادي نشوفو أون إنتخوديكسيون في هاد لابارتي، دونك غادي نتعرفو إن شاء الله على لا بروغراماسيون أورينتي أوبجي أفيك جافا سكريبت. دونك تو سامبلومون عندنا تخوا باراديغم كيتسماو باراديغم دو بروغراماسيون لي كيكونو يعني سوا بارتيكوليير سوا بوبولير. دونك تو سامبلومون عندنا تخوا. Donc, adna, en fait, adna deux parties les globales, les huma, la programmation au niveau et la programmation de bas niveau. Donc, JavaScript, qu'est-ce que tu as fait? Un nouveau langage orienté objet, yani de haut niveau. Donc, tout simplement, tu as fait la programmation orientée objet. Donc, adna trois choses, les que tu as fait, la programmation procédurale et la programmation fonctionnelle et la programmation orientée objet. Donc, c'est quoi bada la programmation procédurale? Wahad le type de la programmation plus commun et plus populaire. Had le type bada qui khellina ntarfo ala les procédures ou bien les étapes pour résoudre wahad les problèmes. Donc, tout simplement, huwa un langage de bas niveau qrib la machine, proche de la machine, kanqdar ntarf bi ala les composants. يعني ديال لاركتيكتور ديال لورديناتور ونتعرف على دوطخ فونكسيوناليتي كنسميوه لا بروغراماسيون بروسيدورال. اما بالنسبه لا بروغراماسيون فونكسيونيل هي لا فاصون دو بروغرامي واحد لا فونكسيون. دونك باغ اكزومبل عندي واحد لا فونكسيون في المات، دونك جو بو لا بروغرامي افيك دي سامبل ميثود باش نقدر نحول هاد لا فونكسيون ماتيماتيك سواء مثلا باغ اكزومبل نهضروا على ناخذ ان اكزومبل اكسبونونسييل ولا كوسينوس ولا انسي دو سويت. دونك سون دي فونكسيون ماتيماتيك. دونك هاد لي فونكسيون ماتيماتيك اترافير لا بروغراماسيون فونكسيونيل نقدر نحولهم دي ان كود و شي حاجه بروغرامي ونقدر ديك الساعه اكسبلواتيهم. دونك تو سامبلومون هذا هو المفهوم ديال بروغراماسيون فونكسيونيل. اي بالنسبه لا بروغراماسيون اوريونتي اوبجي هي اش واحد لا فاصون دو كونسيفوار ان كود. دونك قبل ما نهضروا على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، دونك لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي سوي واحد لوردر. عندنا كتكون عندنا واحد يعني ليتاب داناليز ديال لو بروجي ديالنا، كتكون هاد ليتاب هادي فيها دي بروبريتي خاصين بواحد لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون هادي كتعتمد بيغمون على لورينتي اوبجي. دونك l'orient قبل ان اوبجي سي كوا سي اون اونتيتي. هاد الاونتيتي هادي اللي نقدر بيان سور تكون انديبوندونت ومن بعد تكون فاريابل ونقدر امبليمونتيها وليكسبلواتيها. دونك تو سامبلومون خاصني اش نتبع لا بروسيدور ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي كتعتمد على لي كلاس اي لي اوبجي. دونك يعني كاينين دي كونتينور اي اللي كي نقدروا من بعدهم ننشئوا دي اوبجي خاصين افيك دي بروبريتي. ان اوبجي سي ان تيب ديال واحد لا كلاس. دونك حنا كيف كنعرفوا قبل عندنا دي تيب لي بريميتيف سواء بوليان سواء بار اكزومبل انتيغر انسي دو سويت، مي بار لا سويت افيك لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي نقدر ننشا انا تيب ديالي. بار اكزومبل جو بو كريي مثلا واحد لا كلاس اون كلاس تيل كلاس، هاد لا كلاس هادي كري منها بزاف ديال لي زوبجي. دونك في هاد اللحظه هادي درت لو تيباج، يعني شنو درت؟ انني كرييت بزاف ديال لي زوبجي اترافير هاد لا كلاس. دونك هذا كيتسمى لو تيباج. دونك تو سامبلومون لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي راه عندها لو ميم برينسيپ بار تو لي لونغاج، ميم في جافا سكريبت جافا انسي دو سويت. دونك بالنسبه لي شوز importante à retenir pour le moment ou anneho a plusieurs façons yani باش نقدروا نديروا la conception ديال la programmation ديال yani ديال l'application ديالنا اللي كنسميهم paradigme. Et la deuxième chose هي la plupart ديال les langages supportent هاد les paradigmes yani كيكونوا فيهم trois niveaux yani كيكونوا objet procédural et fonctionnel ومنهم javascript. هادشي علاش جافا سكريبت تري روبوست. لا تروازيام شوز هو انه هاد الباراديغم ني كون فونكسيون دو كودي اي اوسي اي لي امبورطون دو كومبروندر
انه دو كومبروند لو باراديغم يعني، وانت كديفلوبي او بيان كتكونسي يعني كدير لا كونسيبسيون ديال لابليكاسيون ديالك. او كونترير انه سوفون اون اوتيليز بليزيور باراديغم في واحد الميم سكريبت، و بار لا سويت انه ما كنقدروش نصوبو دي فونكسيون اللي كيكونوا تري سوليد تري روبوست. مي خاصنا قبل انه نتعرفوا على لا كونسيبسيون ديال لابليكاسيون ديالنا ونستعملوا لو باراديغم المناسب الخاص بالابليكاسيون. دونك فوالا هادشي كامل اللي كاين في هاد لا بارتي دانتروداكسيون. اي بار لا سويت راه غادي تشوفوا ان شاء الله كومون اون بو كريي دي كلاس دي اوبجي، نتعرفوا على لي ريتاج لي ميثود دي كونستركتور انسي دو سويت. فوالا voilà.